هو المطب بيتاكل ولا بيتشرب؟ بيتاكل. طب ما تودينا على المطب اللي بيتشرب. ماشي. يلا بينا. مزاجك عالي وبتحب القهوة؟ تعال مع ابن البلد نشرب قهوة عند ولاد البلد. قهوة على المطب. قهوة على المطب فكرة مشروع بيقدم مشروبات سخنة على الطريق في شارع المحطة في الجيزة. يا داخل الدار صلي على النبي المختار. لما تبص على المكان يا جماعة حاجة في منتهى الجمال والشياكة. نفسيتك ترتاح فيه قوي وانت واقف بتشتري وبتتفرج على الشباب وهما بيعملوا المشروب اللي انت طلبته. ديكور من جوه في منتهى الجمال والشياكة. بسيط لكنه تحفة. تحس ان انت واقف جوه متحف. حاجة في منتهى البساطة لكن في منتهى الشياكة. حاطين فيه كل لمساتهم اللي تخصهم من وهم صغيرين حتى لما كبروا. لما تقف عند المكان وتشتري من عندهم روح كريم وعلي هتفرق معاك كتير قوي. هتشوفهم وهم بيقدموا لك القهوة وبيعملوا كل الطلبات اللي انت تحبها. موكا، كابتشينو، ميلك تشيك، وكمان بيحطوا التاتش بتاعهم. فنانين. قهوتهم ليها طعم تاني. اسبريسو مالوش حل. يا جماعة كريم وعلي بيقدموا حاجات يعني عينيك تاكلها قبل ما تشربها. وده كان انطباع الناس اللي وقفت عندهم واشترت من عندهم. يلا نسمع بيقولوا ايه. صراحة القهوة حقتكم ما شاء الله تبارك الله يعني اسم على مسمى. أنا من السعودية ساكن بعيد أصلاً عن الجيزة فجاء من المهندسين بس عشان أشرب دي القهوة لأن أنا عارف المكان وقهوة جداً طيبة بسعر يعني رمزي مميز يعني على قد سعره أحسن يعني. أتمنى التوفيق وأتمنى أشوف روحكم في كل مكان يعني. والله يوفقكم حبايبنا كلك زوجي الله يخليك. زي الفل كريم ما شاء الله عليه. بن تمام، قهوة تمام، زي الفل بصراحة. الأسعار كويسة جدا، أسعار رخيصة بصراحة. معاملتهم كويسة؟ آه طبعا معاملتهم كويسة جدا. تحب تقول حاجة للشباب؟ ربنا يقويكم ويعينكم وربنا يفتح عليكم أكتر وأكتر ويبقى في بقى على المطب واحد واثنين وثلاثة. شكرا. ده مكان كويس جدا يعني والواحد بيبقى لاقي فيه راحة نفسية كده لأن كل اللي واقفين شباب زي الفل زي ما أنت شايف كده وناس محترمة وعايزين ياكلوا عيش. ويا ريت كل الشباب يعملوا مشاريع كده عجبك قهوتهم؟ جميلة جدا والله، والله جميلة جدا. هم عارفين كويسة؟ جميلة. أي حد ممكن معدي من هنا ياكل يشرب عادي يعني. تسلم. أي حد يعني وبعدين ناس محترمة قوي. ربنا يخليك. ويلا كل عام وأنتم بخير. ومعانا بقى واحد من ولاد البلد، الشاب الجميل كريم حسين، كريم ابن البلد، حبيبي يا كريم. قولي يا كريم بقى، قولي ايه حكاية قهوة على المطب يا كريم؟ لا قهوة على المطب دي يعني وش الخير علينا والتوفيق والنجاح من عند ربنا دي أول حاجة. أنا اسمي كريم حسين وخريج نظم معلومات إدارية وعامل براند صغير كده في الجيزة شارع المحطة اسمه قهوة على المطب. وعندنا منتجات كابتشينو، نسكافيه، لاتيه. احنا أنضف قهوة وأرخص قهوة في مصر. كوباية القهوة بخمسة جنيه. ما اعتمدتش على الوظيفة يا كريم؟ لا والله اعتمدت على نفسي وبدأت كده من الصفر الحمد لله. ربنا نجحني والتوفيق والنجاح من عند ربنا بس يعني فضل ونعمة وبنكبر واحدة واحدة وبنطلع سلمة سلمة. محدش بيطلع السلم مرة واحدة. تقول ايه بقى للشباب اللي قاعد على القهوة مش لاقي شغل؟ يعني نفسي اقول لهم يعني سيبك من القهوة وتعال اشرب قهوة على المطب والمشروع ناجح وجميل واهو كله على الله. واشرب من على المطب وقول يا رب. حبيبي يا باشا. حبيبي يا باشا. ولو تعبان وزهقان تعالى على المطب هتلاقي كل الروقان. شارع المحطة، كورنيش النيل، بحر الأعظم. حبيبي اتشرفت بيك والله من كريم ابن البلد. حبيبي شكرا شكرا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدخل تشترك في القناة وتعمل لايك وشير لكل أصحابك وحبايبك. ابن البلد منكم وليكم.